مساء الخير، بس بدي سؤال 39. طبعا سؤال 39 الكل متغلب منه، مش عارف شو مشكلته او ليش ما حليناهوش زي اللي قبل. هذا السؤال بيختلف عنه، لكن هذا مش مربوط بهنجات، مش مربوط بإشي، فاتجاه حركته حرة. كيف حرة؟ حسب السطح. فكيف يعني؟ اذا عندي هذا بتحرك، هذا حكى لي بالسؤال بتحرك لليسار، بي كيف تتحرك؟ بتنزلك باتجاه السطح. فيعني سرعة بي جاي بهاي الزاوية، مايلي هيك، هيك مايلي. فشو انا بدي اعمل؟ بدي ارسم الشكل هون. هسا عندي الشكل زي هيك، عندي زي هيك تقريبا، وفي عندي هون امتداد، اعطاني امتداد، حكالي انه هاي 12.7، حكالي هاي 30.5، وحكالي هاي 5 مايلة، الوتر يعني 0.8. شو بدي اعمل انا؟ بطلع زوايا الشكل. كيف بطلع زوايا الشكل؟ معي هاي الزاوية اللي هي تان انفرس هاي على هاي، تان انفرس هيو، ها شوي تان انفرس 30.5 تقسيم 12.7، تطلع معي هاي الزاوية 67.4. طيب هاي اذا هاي كلها 180، شيل منها 67، تطلع معي هاي 112.6. طيب اذا هاي 67 وهاي 90، شو بضل عندي؟ هاي بضل هاي 22.6 تقريبا، او شوي 90 ناقص 67.4 22.6. طيب شو بضل عندي؟ عندي هاي الزاوية. هاي الزاوية كم؟ إذا هاي 50.8 والارتفاع 30.5، ساين انفرس 30.5 تقسيم 50.8، كم تطلع مع الزاوية؟ 36.9. فإذا هاي الزاوية بعرفش إذا رح أحتاجها أو لا، 112.6 ناقص 36 زائد 36.9 تعطيني 140.5، 180 ناقص أنسر، تطلع معي الزاوية هاي الزاوية 30.5. طيب أنا طلعت زوايا الشكل، شو بدي أعمل هسا؟ أنا معي هاي A وهاي B، أنا خلص حددت اتجاه حركة B، اتجاه حركة B بهذا السطح، هذا السطح هاي VB، وهاي VA حكالي 1.8 to the left، هاي VA. طيب شو بقى بدي أعمل؟ مشان أوجد أي سرعة بنسبها للمعلومة، دائما اي سرعه مجهوله عندي بنسبها لسرعه معلومه تطلع معي. شو بقول له؟ بدي في بي، بقول له في بي، طيب شو اتجاهها؟ خليها هيك، بتساوي في اي زائد في بي ريليتيف لاي. طيب شو في بي؟ في بي انا معي اياها مايله، يعني معي يعني وكمان معي اتجاه ميلانها، بس معيش قيمتها، بخليها بدلاله اي هات وجهات بس بشكل مايل. كيف بشكل مايل؟ عندي انا مايله هيك، هيك سرعتها، هيك سرعتها. طيب ليش سرعتها هيك؟ ليش هيك سرعتها؟ فشو بحكي له؟ في بي ايش؟ اذا هاي 22.6، هاي 22.6، فايش تكون عندي؟ للجهات كوساين، في بي كوساين 22.6 طبعا سالب جهات، وسالب اي هات سالب في بي ساين 22.6 اي هات. شو بدها تساوي؟ VA VA سالب 1.28 اي هات، وشو الريلاتيف؟ اوميجا اي بي. هو ايش طلب مني اصلا؟ طلب مني الاوميجا، اوميجا اي بي كي هات كروس ار من اي لبي، كم؟ هي 50.8، بس بحللها 50.8 كوساين وساين، 50.8 ايش؟ كوساين 36.9 اي هات زائد 50.8 ساين 36.9 جهات، هذا كله كروس. فايش بعمل هسا؟ برتب المعادلة، بخليها زي ما هي، سالب في بي ساين 22.6 اي هات سالب في بي كوساين 22.6 جهات تتساوي سالب 1.28 اي هات. هسا كيف في اي جي زائد 50.8 ضرب 10 قوة سالب 2 لأنها بالسانتي ضرب كوساين 36.9 تطلع معي هاي 0.406 أوميجا أي بي إيش جهات كي في أي جي سالب، لأنه كي في جي سالب اللي هي نفسها بس في ساين 36.9 تطلع معي سالب 0.305 أوميجا أي بي
اي هات. شو بعمل هسه؟ باخذ اي لحال وجي لحال. اي لحال هي سالب في بي ساين 22.6. شو بتتساوي؟ سالب 1.28 سالب 0.305 اوميجا اي بي. شيل السالب مع السالب مع السالب، ف في بي شو تساوي؟ او لا مش في بي، انا بدي اوميجا. اوميجا اي بي بدها تساوي في بي ساين 22.6 زائد 1 سالب 1.28. طيب والمعادلة الجي عندي سالب في بي، سالب في بي كوساين 22.6 تساوي سالب 0.406 زائد زائد اوميجا اي بي. اوميجا اي بي شو بعمل هسه؟ خلص انا ليش عملت هيك؟ انا ليش عملت هاي المعادلة؟ لا خليها هيك. فاوميجا اي بي او لا في بي تتساوي سالب 0.406 اوميجا اي بي على كوساين 22.6. هذا العدد عوضه بالمعادلة اللي فوق، كم بصير عندي؟ سالب في بي والسالب لا هي موجب، ما هي خلاص سالب 0.406 ساين على كوساين تام تام 22.6 اوميجا اي بي تساوي 1.28 زائد 0.305 اوميجا اي بي. نقولها بالطرف الثاني، خلاص بحل المعادلة هسه انا 0.305 زائد 0.406 تام 22.6 هذا العدد 1.28 تقسيم انسر تطلع معي اوميجا اي بي تساوي سالب 2.7 راد لكل سكند، يعني 2.7 مع عقارب الساعة. وفعلا انا بتحرك هذا لهيك، فهذا راح يتحرج هيك مع عقارب الساعة. بس بتمنى يكون مفهوم، بتمنى يكون مفهوم. هاي الحل، كيف طلعنا الزوايا، كيف عملنا بالفيكتور. بس